أهلا أهلا بكم مجددا ببث مباشر آخر. اسمي نورس علي، وموضوع البث اليوم الأساسي هو أن نستخدم فلترز بووردبريس. فسنتحدث عن أد فلتر، وسنتحدث عن أبلاي فلتر، وسنتحدث عن بعض الفلتر هوكس المعروفة أو المشهورة بووردبريس. أيضا أريد أن أقول أن عندما قمت بسبب أن هذه البلوجن يعني قمنا بالتدرب بها وكتبنا ايكو هاي، وليست هي هذه الطريقة للتعامل مع الإضافات. فالشيء الذي أنا قمت به أو المشكلة التي حدثت، أنا كان لدي مشكلة مع تسجيل الدخول، فقمت بماذا بإعادة تسمية هذه البلوجن لشيء آخر حتى أقوم بتعطيلها. وهذه يمكن أن تفكر بها طريقة أيضا أريد أن أخبرك عنها. عندما تشعر أن إضافة ما سببت مشكلة في الموقع، فما عليك إلا إعادة تسمية مجلد الإضافة. يعني هذا المجلد كان بدون زيرو، أنا أضفت زيرو، مجرد أضفت زيرو سيتم تعطيل الإضافة. فإذا لاحظوا، تم تعطيل هذه الإضافة بسبب خطأ، لم يتم إيجاد ملف الإضافة. لماذا؟ لأنني بكل بساطة قمت بإعادة تسميته. إذا واضح؟ الآن سأعيد تسميته كما كانت ولنرى المشكلة. عندما أقوم بإعادة تسمية الملف مرة أخرى لنرى، ها هو ما الذي سيحدث هنا. فإذا تحديث سيحدث، سيقول أن هذه الإضافة معطلة. فإذا قمت الآن بتفعيلها مجددا فلنرى فإذا قمت الآن بتفعيلها مجددا لاحظوا سيكتب هنا هلو هلو. فإذا ثواني، دقيقة واحدة، دقيقة، نعم عفوا. فإذا هنا سيظهر لي هلو هلو. ولماذا هذه الأشياء؟ لاحظوا، قامت هذه الإضافة بتوليد 10 رموز غير متوقعة، إذا ظهرت الترويسات ما لا إلى آخره من هذا الموضوع. فإذا لماذا هذا الموضوع؟ لأن بكل بساطة ذهبت إلى إضافتي ولاحظوا بداية ذهبنا Action Plugin. لاحظوا، فإذا أنا قمت بإنكلود هذه الفايل، فلو قمت أنا لا أريد حذفها، قمت بتعليقها جيد وقمت بالتحديث، لاحظوا اختفى كل شيء. لأن أنا قلت أيضا، شرحت عن هذا في الفيديو السابق، أن الإضافة الملف إذا لم يكن له include بملف الإضافة الرئيسي فهو ليس ملف تابع لووردبريس، هو ملف معلق. معلق يعني معلق، ليس له علاقة بأي شيء. فهذا شيء جيد. فدعوني أضيف هذا لجيت هاب لنرى. فدعوني جيت ستيتس، فدعوني لاحظوا يمكن أن نرى هنا get difference، فأنا فقط قمت بcomment aligns، والآن يمكن أن أضيف هذا وسأكتب comment out include files included by files وفقط، وبعد النهاية سأقوم برفع كل هذا. طيب الآن، فإذا ما هو موضوعنا اليوم؟ الموضوع اليوم هو عن الفلتر. فإذا نريد أن نقوم بإضافة فلتر أو نتحدث عن الفلتر. حتى لو كنت لا تعرف ماذا يعني فلتر، لا يوجد أي مشكلة، ستتعلم الآن. فسنتعلم عن الفلتر من خلال إنشاء إضافة فلتر، لكن بداية سأعطل الإضافة الأولى، هذا فقط تعطيل، وهنا سأقوم بإنشاء إضافة جديدة. كما تعلمنا طريقة إنشاء الإضافة، نقوم بإنشاء دايركتوري نسميه ببادئة معينة أنت تختارها، وثم نكتب اسم هذه الإضافة فلتر بلجن. جيد، سنذهب إلى هذا فلتر بلجن وسنجد أنها فارغة. سننشئ فيها ملف بنفس اسم مجلد الإضافة، فإذا LWN filter plugin.php. واضح؟ أيضا يجب أن، طبعا الآن هذه فيها هذا حتى تروا، لاحظوا. أيضا سنقوم بإنشاء ترويسة، لأن قلنا أن الترويسة أو التعليقات في أول ملف الإضافة هي التي تجعل من ملف الإضافة إضافة، وغير ذلك هو ملف PHP عادي معلق. فجميلة كلمة، نقول ملف معلق. جيد، فإذا هنا سنكتب بداية اسم البلاجن ضروري. ما اسمها؟ اسمها LWN filter plugin. description سيكون ماذا؟ ماذا نكتب description لها؟ نكتب learns about WordPress filters. والنسخة كما اتفقنا اجعلوها بهذا الشكل، أنا برأيي أن تتبع هذه الصيغة أفضل. والtext domain سنتحدث عنه في وقته، لكن أيضا اكتبوه. فإذا LWN filter plugin والاسم المؤلف. فإذا هذا الشيء الذي تعلمناه في المرة الماضية ونحن نكرر.
بدل مجرد الآن أن أقوم أذهب إلى الإضافات وتحديث، يفترض أن تظهر لي فلتر بلاجين تفعيل لا مشكلة بها، فإذا الآن سيتم تفعيلها. فإذا جميل جدا. فإذا الآن في هذه الإضافة نحن اتفقنا معا أن أول شيء أقوم به هو أن أعرف مسار الإضافة. فإذا بلاجين URL، هذا الشيء يسهل علي فعلا كثيرا، حتى لو كانت إضافتي ربما هي عبارة عن ملف واحد، فسأكتب هنا define، وسيكون هي LWN وما اسمها filter plugin. نحن اتفقنا أن الconstant نضعه كله capital letter، وبحالتنا نريد أن نجلب plugin their path، جيد، ومن الملف الحالي نريد أن نحصل على هذا، ونحن اتفقنا بهذه الحالة سيعطيني ملف directory لهذا الملف. فإذن الآن لو قمت أنا بالتحديث هنا يفترض أن لا يظهر أي خطأ، وبالفعل لا يظهر أي خطأ. فإذن جيد. فإذن الآن هذا بخصوص الموضوع الأساسي. طيب أين سندرس عن الفلتر؟ في أي مكان سندرس عن الفلتر؟ فإذن لنرى، عفوا، فهل ننشئ ملف أم ندرس في نفس المكان؟ ما رأيكم؟ هل ننشئ ملف؟ include، فدعونا include كون تعلمنا عن هذه القصة. فإذن include files، ولاحظوا أن سنتعلم شيء جديد الآن بووردبريس. إذا أردنا أن ننشئ إضافة، فهذه الإضافة يمكن أن تغير في مكانين. أول مكان هو الأدمن بانل هذا، والثاني مكان هو هذا الموقع. هذا هو الموقع، الواجهة الأمامية للموقع. فأول مكان الأدمن بانل، والمكان الثاني هو الموقع، صحيح؟ فإذا أردت أن أغير بالأدمن بانل، فدعونا نكون منظمين أكثر ونضع كل شيء متعلق بهذا التغيير ضمن مجلد اسمه أدمن. فإذا هنا يمكن أن أنشئ ملف اسمه أدمن، مجلد اسمه أدمن. بداخل هذا الأدمن أكتب كل شيء له علاقة بالتغيير الذي أريد إنشاءه بالأدمن. طيب إذا أردت أن أقول إنشاء تغيير هنا، مثلا أريد تغيير مثلا شيء بالمنشور، أريد تغيير شيء بالفوتر، شيء بالهيدر، فبهذه الحالة فأنا يجب أن أنشئ مجلد أضع به هذه الأشياء، فهذه الأشياء ستكون بمجلد اسمه public. طيب فإذا الآن أصبح لدينا مجلد اسمه public، نضع فيه الأشياء التي نريد أن نظهرها هنا، وأصبح لدينا مجلد اسمه admin، نضع فيه الأشياء التي نريد أن تتغير هنا أو نريد تغييرها هنا. هل هذا الشيء إجباري؟ ليس إجباري، لكنه تنظيمي وترتيبي. فإذا قرأتم بالتوثيق الخاص بووردبريس سيقول لك أن هذه الطريقة هي طريقة تنظيمية لطيفة، أن تكتب أن تفصل بين الواجهة الأمامية والأدمن بانل، لكنه ليس شيء إجباري. يمكن أن تكتب في أي مكان، يمكن أن تنشئ هنا مجلد باسمك وتضع فيه كل شيء، لا مشكلة، جيد، ولكن هذه الطريقة الترتيبية حتى تكون منظم وتكون مرتب. فمثلا في حالتنا نحن نريد أن نغير مثلا على عنوان هذا، عنوان كل المنشورات، نريد أن نضع شيء مثلا هنا، وحتى نغير بعنوان كل المنشورات هنالك أكشن موجودة يتم تنفيذها أو يتم وضعها عند عرض المنشور، عرض عنوان المنشور، اسمها the title. فإذا ذهبت إلى WordPress هنا وقرأت عنها the title، إذا ما هي هذه the title؟ فإذا the title function، لا، نحن لا نريد الفانكشن. the title hook، نعم الهوك، نحن اتفقنا أن الهوك هي، ماذا تعني الهوك؟ يعني مكان معين في الكود له اسم معين، له اسم، هذه هي الهوك، hook name، أو في الدرس الماضي أسميناها action name. فلاحظوا هنا هذه هي the title، وما هي، ماذا إذا قمنا باستخدام هذا، ما الشيء الذي سيحدث؟ سيتم فعليا filter the post title. فيمكن، ماذا، ما رأيكم ماذا نفعل؟ مثلا سننشئ ملف هنا بداخل public نسميه filter post title مثلا، ما رأيكم؟ فإذا نذهب إلى public وننشئ ملف اسمه filter post title.php، جيد؟ فإذا أصبح لدينا هذا، وهذه هي الملفات التي لدينا. فإذا نعد إلى هنا، فعلينا أن نقوم بإنكلود لهذا الفايل، سنكتب require once و lwn filter plugin
وثم سنجمع معها اسم، سنجمع معها ماذا برأيكم؟ سنجمع معها البابليك. لماذا البابليك؟ لأن الملف الذي نريد أن نقوم بإنشائه موجود ب أين موجود؟ موجود بالبابليك فعليا. بس هنا سنكتب بابليك واسم هذا الملف. ما اسمه؟ اسمه ال LWN Filter Plugin. فسنكتب هنا LWN Filter Plugin .php. سأفتح هذا الملف وهنا سأكتب ايكو هاي حتى أتأكد أنه يعمل، لكن طبعا نحن اتفقنا لا نكتب مثل هذا. فإذا الآن انتر أو تحديث يعني. لاحظوا سيقول require once، هذا لم يتم فتحه، فأنا هل كتبته بشكل خطأ LWN filter أم ماذا؟ أم لم أقم بحفظ الملف؟ فإذا LWN filter public صحيح اسمه filter post title، أعتذر. فإذا مرة أخرى، فإذا لاحظوا سيكتب هاي بالأدمن وأيضا بالفرونت. فقد تسأل تقول أنت قلتي أن البابليك هو للفرونت والأدمن هو الأدمن، لماذا ظهر في كلا الحالات؟ مرة أخرى أنا قلت هذا شيء تنظيمي، نحن ننظمه، نحن نعرف أن هذا الكود الذي سأضعه ببابليك فقط سيكون بالواجهة، لكن هذا لا يعني أن مجرد أن أضع الكود بالبابليك سيصبح فقط بالواجهة، جيد؟ لكن التنظيم الذي أنا أريد أن أقوم به هو أن يتم التغيير فقط على الواجهة. وفعليا هنا أنا سأستخدم الهوك التي اسمها the title والتي ستغير التايتل بالpublic أو بالواجهة يعني. فإذن الآن سأكتب add filter، جيد، سأكتب اسم الهوك وهي موجود اسمها the title والتي هي موجودة بالأصل بوردبريس، وهنا سأضيف function حتى يتم تطبيقه لتغيير هذا التايتل، وبالتالي هنا سأكتب lwn filter plugin، هذه بادئة الفانكشن، change أو edit title post title callback، وهنا سأكتب function وأقوم بإنشاء هذا التغيير. طب كيف سأقوم بإنشاء هذا التغيير؟ هذا callback سيأخذ التايتل فعليا، وهنا يمكن أن أقوم بتعديل هذا التايتل كما أريد، فيمكن أن أكتب هنا return title مع فراغ أو مثلا title هكذا LWN، جيد؟ فإذا الآن لنرى هل سيتم التغيير أم لا؟ تم التغيير، فإذا لاحظوا كل منشور يتم إضافة له LWN، تحديث هنا، الآن سأذهب إلى المقالات، كل المقالات، جيد؟ أصبح أصلا هنا تغير أيضا، فإذا أضف جديد، مقالة جديدة، وهنا سأكتب مقالة جديدة، وفقط نشر، مشاهدة المقالة. مقالة تم إضافة لها هذا. فهذا الفانكشن الذي اسمه add filter يشبه فعليا الشيء الذي تعاملنا معه في وقت سابق اسمه add action، ولكن ما الشيء الذي فعلته add action؟ بكل بساطة add action قمنا بتسمية هنا action معينة سواء كانت من اختراعنا أو موجودة بوردبريس، قمنا بتزوية function لها وقمنا بالقيام بهذا الفانكشن بتعليمات بداخل هذا الفانكشن، وهذه التعليمات فقط كانت مثلا echo hi echo hello تعليمات عادية، لم نقم بالreturn أي شيء بالaction، فإذا بالaction لا يوجد return، لم يتم return أي شيء. أما بالfilter فهو يختلف أنه يأخذ هنا data لدي معينة مثل title مثل أي شيء ويقوم بإعادة هذا مع شيء معين، طبعا في مثالي مع شيء معين أنت يمكن أن تعدل عليه لأبعد الحدود يعني، لا ليس بالضرورة يمكن أن تقول return مثلا لا شيء، return مثلا بدلا من التايتل أن تكتب hello مثلا. فإذا الآن لاحظوا hello سيصبح كل المقالات في الموقع هي hello، نعم عفوا ستصبح كل شيء، لاحظوا هذه hello وهذه hello لأنني كتبت بهذه الطريقة، جيد، أعيدها كما كانت والآن ستروي، واضح؟ فإذا هذا بخصوص عن add filter ب WordPress. طبعا لنقرأ عن هذا الموضوع، لنقرأ عنه ولنرى ماذا يوجد. فAdd filter function، فإذا add filter يقول لك بداية تضيف الهوك نيم، أضفناها مثلا the title، وثم الكول باك، هذه الأمور لم أتحدث عنها، الأولوية وarguments إلى آخره، إذا أردت أن أضيف argument آخر معه، فكل بساطة هذه هي التي شرحتها نفسها. طبعا بموضوع
إذا add filter هنا. سأناقش فلتر آخر موجود بووردبريس مشهور اسمه the content. فإذا قمت بكتابة هنا دعونا نبقي هذه كما هي وننشئ ملف جديد هنا نسميه filter post content. وثم سأنشئ هذا الملف سيكون أيضا بالpublic filter post content. إذا هذا للتدريب، إذن تدرب وخذ الفرصة لكي تتعلم ووردبريس. صدقني لا أعرف إذا كان هنالك شخص آخر يشرح ووردبريس بهذه الطريقة، لأنه فعلا المصادر حول ووردبريس كثيرة لكنها غير واضحة، غير مرتبة، غير منظمة. فاستغل هذه الفرصة لتتعلم معي. فهنا add filter the content، وهنا سنكتب LWN filter plugin، وثم سنكتب change content مثلا callback. عفوا نريد الآن أن ننشئ هذا الفانكشن، فانكشن الكول باك، وهذا الكول باك سيأخذ الكونتنت. لاحظوا عندما نتعامل مع الفلتر يجب 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 أن تعيد شيء. فإذا الآن هنا سأعيد الكونتنت نفسه. فإذا عدت إلى هنا، إذا هذه مقالة أهلا بالعالم، لاحظوا هي أهلا هذه أهلا بالعالم فيها كلام، فهذا محتوى المقالة، أعدته نفسه. لكن ماذا لو كتبت مثلا the content؟ مثلا هنا لاحظوا ماذا سأعيد، سأعيد أريد أن أعيد شيء جديد. فبالتالي هنا سأكتب HTML يساوي، هنا سأكتب dev، وبهذه الdev ماذا سنفعل برأيكم؟ بهذه الdev سأضيف style، سأجعل لها background red، طبعا يجب أن أكتب هكذا background red والcolor white. وهذا ال HTML سأضيف له، لاحظوا هذا يعني ال HTML السابق هذه النقطة، وأيضا اجمع معه dev مغلقة، وأيضا سنجمع معه شيء هنا سنكتب content added، وهنا سنعيد ال HTML مع ال content. then enter. لاحظوا هل فهمتم ما الشيء الذي حصل؟ بكل بساطة تم إضافة هنا content قبل ال H، تم إضافة HTML معين قبل ال content المقالة وقبلها، وأنا قمت بوضع HTML، لما أقوم بوضع مثلا كلام فقط هاي أو كذا وضعت HTML، فكتبت هنا أن هذه ال background red، ربما أضيف هنا style، وأيضا أضيف style للإضافة. ما رأيكم أن نقوم بذلك؟ يجب أن نقوم بذلك فعليا. فهنا ربما أن أكتب ملاحظة، ما رأيكم؟ أكتب ملاحظة، أكتب to do مثلا، وهذه to do ستكون link style sheet to the front end أو to the public مثلا، التي هي front end. لكن دعونا الآن بالدرس، دعونا الآن بالفلتر، لا أريد أن أذهب أبعد من ذلك. طيب ما هو الغرض من هذا الموضوع؟ الغرض من هذا الموضوع أن مثلا ربما تريد مثلا أن تكتب مثلا عرض مثلا معين، مثلا هنا اشتري كذا في سعر مخفض أو شيء، أو علامة تريد أن تضيفها قبل هذا الكونتنت، فبكل بساطة يمكن أن تضيفها. لاحظوا أن هذا لم يتم إضافته فقط لموضوع لا أعرف لماذا لا يترك البورت هنا، كتبتها خطأ مرة أخرى. فلاحظوا أن المقالة جديدة ليس فيها شيء فارغة، أنا لم أضف بها أي محتوى، لكن تم إضافة هذا المحتوى، فسيتم إضافته بكل كونتنت مقالة. مثل هذه الهوكس كما قلت، أول شيء أنا يمكن أن تستخدمها لإضافة محتوى ثابت قبل كل المقالات أو حتى بعدها، يعني ربما أن تكتب هكذا أو ربما أن تكتب هكذا بعدها وقبلها HTML، فهنا ستتكرر مرتين، وهنا أهلا بالعالم مرتين، يمكن أن تكتب شيء كهذا. هذا موضوع the content، لكن موضوع أن الهوك نيم هذا موجود من ووردبريس، يعني ووردبريس موجود بهذا الشيء وأنا قمت به، فقمت استخدمته. يمكن أن أستخدمه أكثر من مرة وليس مرة واحدة، يعني يمكن أن أكتب هكذا مرة ثانية، أنسخ هذا كله وأضعه هنا جيد. لكن طبعا تأكيد سأغير أسماء الفانكشن، فإذا change callback to، سأكتب to، وهنا سأكتب to، وبالتالي هنا سأغير الكونتنت. ما الشيء الذي سأقوم به؟ سأكتب شيء آخر، سأضيف HTML background مثلا blue، وسأضيف مثلا
content footer هكذا. سأمسح هذه ال HTML من هنا وسأمسح هذه ال HTML من هنا في الأعلى. فبالتالي في البداية أنا سأكتب هنا الفلتر الأول، وفي النهاية الكونتنت سأضيف الفلتر الثاني وإنتر. واضح؟ فإذا أنا أضفت أكثر من فلتر، فهذه الهوكس يمكن أن أستخدمها أكثر من مرة، نفس فكرة الأكشنز الذي تابع فيديو الأكشنز. هل يمكن أن أنشئ الفلتر الخاص بي؟ الجواب نعم، بالتأكيد يمكنك أن تنشئ الفلتر الخاص بك. ليس داعي دائما أن تستخدم شيء موجود بووردبريس أو شيء موجود بإضافات ووردبريس أو شيء موجود يعني للتو، يمكنك أن تخترع شيء جديد. طيب سأقوم أنا بإنشاء ملف آخر هنا، وهذا الملف سأكتب به أن فلتر بوست كونتنت، لا سنكتب كاستوم فلتر. كاستوم فلتر هكذا سيكون اسم الملف، وسأنشئ الملف هنا public custom dash filter. فهنا سنقوم بإنشاء فلتر، ونحن اتفقنا أن نسميها أن نقوم بإنشاء فلتر خاص بنا custom filter، وليس فلتر يعني موجود للتو. فاسم هذا الفلتر برأيكم ماذا نسميه؟ مثلا LWN filter plugin custom filter هكذا نسميه، وسنقوم هنا بإنشاء كول باك له. سأنسخ هذا الكول باك، وهنا سأقوم بإنشاء function لهذا الكول باك. وهذا الفانكشن عندما أنا أستخدم فلتر فعليا أو أنشأ فلتر يجب أن يأخذ data، وهذه الداتا ماذا يجب أن يقوم أن يفعل بها؟ يجب أن يقوم بتعديل عليها ويعيدها. فإذا هنا يمكن أن أكتب هنا data edited data، وهنا سأكتب edited وأكتب the data has been edited. ولأغراض يعني فقط الشرح سأعيد نفس الداتا، لكن مع كلمة the data has been edited، وهنا سأكتب return edited data. ففعليا هنا لاحظوا أن أنا قمت بإنشاء هذا، فإذا قمت بالذهاب إلى الموقع تحديث لا شيء، ذهبت للرئيسية لا شيء، ذهبت للإضافات لا شيء. فإذا كنت متتبع معي أنت تعرف أن لماذا لا شيء، لأنه بكل بساطة أنا قمت بإنشاء فلتر وقمت بتعريفه بكل فلتر، لم أقم باستدعاء هذا الفلتر. فكيف أقوم باستدعاء؟ تقوم باستدعائه بالمكان المناسب. فعليا هنا كنا نحن نتعامل مع إضافة يعني إضافة تدريبية، فلا يوجد لدينا مكان مناسب، لكن سنحاول أن نجعل أن هنالك مكان مناسب. استدعاء الفلتر يكون بأبلاي فلتر، أبلاي فلتر أعتقد فلتر أم فلترز علي أن أبحث، فإذا دعوني أتأكد. فإذا هنا سأكتب apply filter، فإذا لنرى فapply filters اسمه filters، عفوا اسمه filters وليس مع الاس. إذا apply filter سنضع هنا الهوك نيم والفاليو التي نريد فعليا أن نقوم بتعديلها. فهنا لدينا filters والهوك نيم هي هذا التي أنشأتها، الفلتر الذي أنشأته. فإذا apply filter وبعد ذلك علي أن أضيف له الداتا. فإذا ما هذه هي الداتا؟ الداتا هي مثلا سأكتب my original data، هذه هي الداتا. طيب فعليا كيف أقوم بأخذ هذه الداتا؟ apply filter تعيد لي الداتا بعد تعديلها. فالشيء الذي سيحدث هنا، أنت كتبت apply filters، سيذهب ووردبريس ويبحث عن الفلتر الذي اسمه كذا، فسيجد أن الفلتر الذي اسمه كذا هو هذا الفلتر. وعندما يتم منادات هذا الفلتر فيجب تطبيق هذا الفانكشن، سيذهب لهذا الفانكشن، سيجد لدينا هنا data. ما هذه الداتا؟ سيجد سيقول أن my original data، ستأتي my original data وتدخل إلى هذه الحلقة من التعديل، فستصبح edited data، the data has been edited، وثم my original data، وثم سيعيد لي هذه العبارة كلها. واضح؟ apply filter ستعيد ال edited data. فإذا هنا سأكتب return value أو result هي موجودة هنا. إذا أردت أن أعرف ما هذه الريزلت فقط أكتب ريزلت equal result. طبعا هذه ليست طريقة سليمة كما اتفقنا، لكن هذا كتدريب. فإذا لاحظوا ما الشيء الذي حصل فعليا، تم تطبيق ذلك the data has been edited my original data. واضح؟ هذا الشيء أين يتم استخدامه بالطريقة الصحيحة؟ أنا سأقوم بكومنت لهذا اللاين. هذا الشيء متى يتم فعليا استخدامه بطريقة صحيحة؟ أن تقوم بإنشاء فلتر وتعيد data. بداية إذا كنت تستخدم مثلا الهوكس المعروفة الموجودة بووردبريس أو بإضافات ووردبريس المشهورة،
فأنت تعرف ماذا تفعل، لماذا استخدمتها. لكن إذا قمت بإنشاء فلتر جديد، وبهذا الفلتر لماذا قد تحتاج إنشاء فلتر جديد؟ فسأخبرك أنا كيف. مثلا أحيانا تقوم بأخذ ديتا من اليوزر وتريد بتنظيف هذه الداتا، فبكل بساطة تقوم بإنشاء فلتر للتنظيف وتعيد الداتا نظيفة. فإذا تدخل هنا الداتا مع رموز ضارة وأنت تعيدها نظيفة، فإذا هذه طريقة. أو مثلا فاليديت، عفوا الفاليديت لا، فقط التنظيف. بخصوص الفاليديت، الفاليديت يجب أن يكون الفاليديت يجب أن يكون ضمن أكشن وليس ضمن فلتر. فإذا هذا هو الفرق الذي يجب أن تضعه بالفلتر. فإذا دعونا نكتب ملاحظاتنا. أول فكرة، WordPress filter return value، وقبل أنها return value هي تأخذ value، فإذا take in a value. ورقم اثنين، فإذا WordPress filters return value edited value، هذا شيء جيد. فإذا هنالك فلتر خاصة بووردبريس، فإذا هنالك فلترز خاصة بووردبريس. فإذا نكتب مثلا there are ماذا نسميهم، known filters أو filter hooks مثل the title ومثل the content التي استخدمناها في هذا الفيديو. رقم أربعة، يمكنك you can create your own filter your own WordPress أو your own filter. يمكنك إنشاء فلتر خاص بك، و you can apply the filter using apply underscore filter. يمكنك أن تستخدمه ب using apply filters بالجمع مع S يعني. و you can create your own filter using add filter. طبعا هنا قمنا ب add filter بدون S، لكن apply filters مع S. جيد. والفكرة أيضا أن الرقم ستة، you can call the filter many times. استخدمنا the content filter أكثر من مرة، يمكنك أن تقوم بcalling له many times أكثر من مرة. فأعتقد أن هنا انتهينا من هذا الفيديو.